بالنسبه لهذا العام ديال 2019 2020 اكبر معاناه اللي عانينا هو من ندره المياه ديال اللي في البراج والتساقطات اللي كانت هذا العام شحيحه وانعكست على الفلاحه ديالنا اللي حنا متخصصين فيها متخصصين في لي جراوند كيلتير اللي هي الشمندر والسيريال وكان الانتاج ضعيف وخصوصا في بعض المناطق اللي كان كارثي هو المناطق ديال الديكا او ما يسمى بالجرافيتير الري بالري الموضعي ولا الهده كانت المناطق اللي كانت متضرره بزاف كنقول لك نقدر نقول لك المنطقه ديال 62 و63 و61 هادو مناطق اللي الفلاح عانى فيهم كثير من حيث الماء ما كاينش والتساقطات ما كايناش ونعكس على الانتاج اللي ما كانش كيتجاوز في بعض المناطق في هذه المناطق نيت فيا ما بين 15 و20 طن في المناطق الاولى وما بين 35 حتى 55 في المناطق الاخرى ولهذا كنتمناو حنا من الشركه ديال كوزيمار ونتمناو من الدوله تشوف بعين الاعتبار هذا العام لان هذا العام راه كارثي بالنسبه للفلاح تعاونوا باش يتساعدوا لانه ما يمكنش غادي تخلى على الفلاح والفلاح راه مخاطب بالنسبه للشركه وبالنسبه للدوله راه من الرعايه ديال سيدنا لانه ما يمكنش حنا غادي يضيع الفلاح وعاطي شيكات وعليه ديون وعليه التزامات راه الوضع لا يطاق ونتمنوا من الله الشركه تاخذ شويه من الارباح ديالها وتعطي للفلاح لانه راه كيربط به عقد واحد العقد اللي يسمى رابح وما يمكنش ان الشركه تربح والفلاح يخسر. بالنسبه للحلاوه والوسخ لحد الان كنا كنتواصلوا بهم بصفه دوريه وكنا كنعرفوا الحلاوه والوسخ لحد الان ما بقاش كتجي عندنا الحلاوه والوسخ هنا وبالتالي على ما كنسمعوا بعض الفلاح اللي عندهم الفلاح الوسخ راه طالع وكيوصل حتى ل 20 وبالنسبه للفلاح اللي عندهم الحلاوه والوسخ راهم كما نقولوا حنا مقبولين لكن الحلاوه والوسخ هذا العام اللي تكون الحلاوه ناقصه والوسخ طالع وكيتزاد عليهم الانتاج اللي هو ضعيف ما بين 15 و20 طن هذه راه كتسمى بالنسبه للفلاح كارثه ولا تطاق ولهذا بغينا الشركه تاخذ بعين الاعتبار هذا العام لانه قله التساقطات وقله الماء في البراج راه تثبت في واحد الخسائر كبيره للفلاح اللي عاطي التزامات وما يمكنش ما غادي يخلصهاش والشركه كتمنى هو الا كان هذا الفلاح مخاطب ديالها وكتجمعوا واحد العقد ديال رابح راه خاصها تعاونوا وتساعدوا وتخرج به لبر الامان لانه ما يمكنش غادي تخلى عليه وحتى الدوله خاصها تاخذ بعين الاعتبار الفلاح ديال المنطقه دوكالة عبدة لانه الفلاح خصوصا الفلاح ديال المنطقه دوكالة عبدة لانه هو اللي عانى كثير بالمقارنه مع جميع المناطق في المغرب من ندره المياه وقله التساقطات. سيدي حنا دابا عطاونا شمندر وما عطاونا ماش وانتم كتشوفوا دابا وحاسبين علينا الماء وحنا دابا الماء كيفاش دابا حنا هذا الشمندر دابا ما هزوش ما داش لنا الوزين وحاسبين خاسرين مليون ونص في الكتار نهار هذا الخطره النهار الاول ما يعطوناش الماء ما يكرفسوناش يقول لك ما كاينش الماء ما خلوناش نزرعوا خلونا هذاك هما عطاونا الماء وحتى الماء ما كاينش كافي وهاد كوتا كوت راه خاص اللي عطاها كوتا كوت خاصها تبقى ديما ماشي هذاك يقطعوها كوتا كوت خاصها تبقى ديما وهذا الانتاج هو كتشوفوا فيه دابا هاد الشيء دابا كي غنديروا الخساره دابا على من غنحسبوها الوزير ما بغاش يديه الماء دابا حاسبين لنا الماء وحنا ما ساقين ما والو عام الاول حسبوا لنا 65000 ريال ما سقيناش والمصاريف اسيدي خاسرين على مليون في الكتار دابا شكون اللي خلصنا انت انا خاسر مليون ونص على الكتار وحاسبين لك الماء تاهو ما علم الله شحال غيخلصوا الماء الماء علاش غنخلصوا دابا يلا التعويض فينا شكون اللي غيعوضنا حنا دابا الفلاح من الفضل احمد الفلاح باش دابا الفلاح خاصو الاعانه خاصو الدعم وخاصو داك الشيء دابا هما الفلاح كيهلكوا فيه راه خاص كوزيمار ولو في سوي تحمل المسؤوليه تحمل بجوج المسؤوليه كوزيمار هذيك الساعه ملي ما كاينش ما يعطيش زريعة الناس لو فيستا هو هذيك الساعه ما يعطيش كاع الماء نهائيا واش عطاهم حتى داك الشيء وحبس عليهم هادشي راه ماشي معقول
تا الجيران تا هما كلهم تا هما يا كلشي كيعاني واكثريه حنا هنا فين حنا الماء ما كيطلعش وشحال من خطره مشينا شكينا ولا اذن صاغيه كتستجب لينا عام الاول شكينا على الماء ما كاينش الماء ما كيطلعش عندنا الماء كاع مشينا وشكينا شحال من خطره مشينا للوفيس ولكن مع من دو ما كاينش حنا غنمشيو غنصاوبو نصاوبو شي حاجه ما كاينه والو دابا ما كاين لا ما لا والو انتما كتشوفوا دابا شمنظر دابا هذا شمنظر دابا دار 5 هكتارات مليون اللي خاسر على الهكتار دابا شكون غيعاودنا انا يلا تقريبا واحد 7 مليون ولا 8 مليون اللي خاسر شكون اللي غيعوضها ليا درك وحاسب دابا ومزيتها خاسر 8 مليون وغتخلص ثاني الماء يلا كيفاش ماش معقول هادشي انتما كتشوفوا دابا انتما كتشوفوا شو هاد الشمنظر كيدير ودابا باقي هل 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 وزينها واسكت دابا فين هو الشمنظر انتما كتشوفوا دابا شمن هذا الشمنظر هذا دوك يلا هل وزينها واسكت دابا الشمنظر بقى لي انا هنا فين دابا خاصني ثاني نعاود ثاني نشد الخدامه وداكشي باش نقي الارض وهذا هو الاعانه ديال الفلاح حشومه عيب كاع الكوزيمار دابا ما خدمتش معنا خلات لنا السلعه ديالنا في الخلا الاوفيس ما عطيناش الماء ايوا الفلاح على ما غنشكيو شكينا تعينا على ما غنشكيو دابا.